الأسهم القيادية. على كل نأخذكم مع فاصل الآن، نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه إمبراطورية سويرس للاتصالات تبحث عن شريك استراتيجي بعد مسيرة طويلة من التوسعات والاستحواذات. في كل خطوة لها تسقط الذنوب، وفي صلواتها تتضاعف الحسنات، فهي راحة وسلام لداخليها، يستوون في صلواتهم ولا فرق بينهم إلا تقواهم. بيوت الرحمن، يوميا 7:30 على شاشة العربية. المعرفة تبدد الخوف كما يقال، وتبدد أيضا الكثير من علامات الاستفهام والشك. طلب إلينا من قبل الشرطة العسكرية أن نخرج من هذا الموقع أو أن نتعرض لاعتقال كما قيل لنا. إحدى المسؤوليات الملقاة على عاتقي كراسل ميداني أغطي الأحداث هي أن أعرف أولا وأن أفهم وأستوعب كل التفاصيل التي تحدث من حولي، كي أنقل هذه المعرفة، هذا الفهم للمشاهد في البيت، ليستطيع أن يفهم إلى أين ستسير الأمور، ماذا حدث، ماذا قد يحدث، لفهم حقيقة وتعقيدات ما يجري. لعل أبرز ما يميز رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قدرته على إطلاق شرارة التكهنات في السوق حول خططه المستقبلية والاتجاه الذي ستسلكه شركاته. واليوم تتحدث السوق عن محادثات بين رئيس أوراسكوم تيليكوم وشركة فيمبلكوم الروسية حول شراء أصول تابعة لرجل الأعمال المصري تسمح عائدات بيعها بسداد ديون تراكمت عبر مسيرة طويلة من التوسعات والاستحواذات. المحطات البارزة في مسيرة نجاح نجيب ساويرس نستعرضها في التقرير التالي. منذ بدايته العملية، اختار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن يغرد خارج سرب عائلته ومجال المقاولات الذي اشتهرت به، وقام بإنشاء قطاع للتكنولوجيا في شركة والده من خلال حصوله على وكالة HP. لكن انطلاقة ساويرس الحقيقية كانت في عام 1998 بتحالفه مع فرانس تيليكوم وموتورولا وإنشاء شركة موبينيل، وبعدها أنشأ أوراسكوم تيليكوم لتتولى الاستحواذات في الأسواق الناشئة ذات معدلات النمو العالية. وتعتبر السنوات من 2000 إلى 2005 الفترة الذهبية لأوراسكوم تيليكوم، فاخترقت عددا من الأسواق الصعبة. المرحلة التالية شهدت تحولا في استراتيجية ساويرس، حيث أنشأ وذر انفستمنتس عام 2005 واستحوذ من خلالها على ويند، ثالث أكبر مشغل للهاتف المحمول في إيطاليا، واخترق أسواقا متقدمة أخرى في اليونان وكندا. ابتدى بويند ايطالي، ودوت اعتقد لما حصل في خلال 3 سنين عملت عمليه تيرن اراوند وتحولت الشركه من خسائر لارباح، ده اكد فعلا ان هم قادرين ان هم يتوسعوا في الاسواق المتقدمه باستخدام طبعا الخلفيه بتاعتهم في الاسواق الناشئه، فده معناها ان هو في فرص للنمو في هذه الاسواق حتى لو هي زي ما نقول في اسواق متقدمه. ويبدو ان الاستحواذات الضخمه كانت اكبر مما يحتمله جيب ساويرس، فارتفعت ديونه واضطر لبيع وحدات في الأردن فاست لينك في 2002 وبعض الوحدات الإفريقية. ومنيت أوراسكوم تيليكوم بموجة من الحظ العثر بدأت بتصاعد الخلاف مع فرانس تيليكوم في 2009، وخلال هذه الفترة أيضا ازدادت الأخبار حول الصعوبات التي تحيط بوحدة جازي من تعرضها للتخريب على خلفية تداعيات مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر. وهنا ظهرت محاولات نجيب ساويرس للتخلص من لعنة أوراسكوم تيليكوم، ودخل مفاوضات لبيع بعض الوحدات إلى MTN الإفريقية، ما لبثت أن باءت بالفشل. كان الكلام مع الشراكة مع MTN، اسف، هيبيع لها جزء من الاوبريشنز، هو كان هيفصل الاوبريشن، كان هيحتفظ بمصر واسيا باكستان وبنجلاديش مينلي، وبعد كده يخرج من العمليات اللي في افريقيا، لان MTN بتتوسع جامد في افريقيا، فكان هيبيع الجزائر وتونس وبعض البلاد الافريقية الاخرى. ده لان كان ميزتها انها هتوفر له سيولة كويسة جدا، يستطيع من خلال السيولة دي ان هو يحل مشاكل الديون اللي موجودة عنده سواء في باكستان او بنجلاديش او حتى
الديون العالية بعض الشيء في مصر، وتساعده ان هو يعمل توسعات بالصورة اللي هو عايزها من غير ما يكون مضغوط في السيولة النقدية. ثم شرع ساويرس مؤخرا في مفاوضات مع فيمبلكوم الروسية لشراء وادر انفستمنتس في صفقة تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار. اعتقد ممكن يحصل اعتراض سواء من الجزائر او من مصر، ان مصر تطلب ان يشتروا حقوق الاقليه، الجزائر ممكن تطلب ان هم يشتروا جازي وان جازي تخرج بره الصفقه دي. لكن الاعتراضين ما اعتقدش ان هم ملزمين، يعني هو هيتبص لهم اكيد بعين الاعتبار من جانب فيمبل، لكن ما يقدروش يوقفوا الصفقه، لان الصفقه مش هتتم لا في مصر ولا في الجزائر، الصفقه بتتم على مستوى وذر وفيمبل في ايطاليا. هو دلوقتي هتلاقي فيمبلكم عندها حوالي 100 مليون مشترك، وراسكم عندها حوالي برضو قرب ال 100 مليون مشترك، فالانكم لو نجمع الاثنين على بعض 200 مليون مشترك، ده هيحطها طبعا من ضمن الشركات الكبيره في الاسواق العالميه، يعتقد ممكن في احسن اكبر 10 شركات في السوق. للمرة الثانية في اقل من 3 اشهر ينجح ساويرس في اثارة تساؤلات الاوساط الاقتصادية حول مستقبل شركاته، لكن الاكيد ان الباب مفتوح للتفاوض، وكما جاء على لسان المهندس نجيب ساتحدث الى اي شخص. دينا سالم، العربية، القاهرة. نتوقف مع فاصل نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه سوق دبي تنتعش وتسجل مكاسب ب 2% في جلسة اليوم.